على ذكر الهجرة غير الشرعية، وطبعا دي قضية من القضايا اللي كانت يعني في جلسة من الجلسات الهامة حضرتك شاركت فيها، أنا كنت عايز أسأل دكتور أمير، المهاجرين غير الشرعيين المصريين في إنجلترا وضعهم إزاي؟ بيروحوا ليه؟ بيروحوا إزاي؟ ما أكيد. قابلتش ولا مهاجر غير شرعي مصري قبل كده. طب والله ده كويس. على فكرة في ملحوظة عايز أقولها، أنا في ناس قليلة جدا مصريين في الجامعة عندي، واخدين منح من الجامعة زي في الدكتوراه، وبلسان المشرفين في الجامعة المصريين قليلين، فيقولوا المصريين دول جامدين جدا يعني.